مرحبا بك في أصيل بطلته الجديدة من أجل نشر قيم أخلاقيات العمل في المجتمع، ولكن بشكل أكثر إبداعا وتحديا وتركيزا على أخلاقيات العمل في هذا العام. ستبدأ رحلتك على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ستكون إلزامية على جميع المدارس، بينما إذا كنت ترغب في مضاعفة فرصة الفوز فيمكنك المشاركة في التحديين الإضافيين للتأهل لمسابقة حل المعاشك. المرحلة الأولى: على كل مدرسة أن تقوم باختيار إحدى قيم أخلاقيات العمل السبع وإطلاق حملة تدور حولها من أجل محاولة إحداث تغيير في المدرسة، حيث يتم عرضها في 10 دقائق للتقييم. لذا يجب أن تكون الفكرة مبتكرة وإبداعية وتعرض بشكل مؤثر وجذاب وتهدف لنشر قيم أصيل في العمل على نطاق واسع. سيتم تقييم المشروع الإبداعي في مدرستكم بناء على القدرة على التأثير بنسبة 50% ومدى تفاعل ومشاركة الطلبة في الحملة بنسبة 20% وترابط أخلاقيات أصيل السبعة في الحملة بنسبة 10% واستخدام الطرق ووسائل الاتصال المختلفة بنسبة 10% والابتكار في الفكرة بنسبة 10%. أما إذا كنت ترغب في زيادة فرصتك للفوز فاقبل التحدي مع أصيل في العمل، حيث ستقوم بتجربة العمل بشكل فعلي في إحدى الشركات ولمدة يوم واحد، وذلك من أجل قياس وتقييم مدى فعالية أخلاقيات العمل في المؤسسة عن طريق مقابلة الموظفين والإدارة والتعرف على سياسات الشركة. هذا وعليك أن تؤمن فرصة الحصول على عمل من خلال الاستعانة بعلاقاتك ومعارفك في المجتمع. سيتم تزويدك بخطة توجيهية مع استمارة التقييم والتي يجب أن تملأ بشكل صحيح وتختم من الشركة. إذا كنت تود التأهل بشدة للفوز، يمكنك أن ترفق فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحدة حول تجربتك. سيكون التقييم على أساس عدد الاستمارات المستوفية للبيانات الصحيحة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الطلبة في كل مدرسة بنسبة 50% ومدى جودة المعلومات في الاستمارة بنسبة 50%. أما في حالة إرفاق مقطع فيديو، سوف تكافأ بنقاط إضافية. هل ما زلت تود أن تضاعف عدد نقاطك؟ خذ التحدي الثاني، التجربة السرية. كن مستعداً للقيام بتجربة اجتماعية مستخدماً إحدى قيم أخلاقيات العمل، واختبر ردة فعل الجمهور في موقف ما، وسجلها بالفيديو بأسلوب الكاميرا الخفية لمدة لا تتجاوز 3 دقائق. سيتم تقييم هذا التحدي على المحاور التالية: أن يكون الفيديو مبتكراً وهادفاً بنسبة 40% وذا صلة بأخلاقيات العمل بنسبة 30%، إذ أنه سيتم التحكيم بناء على القدرة على قياس ردة فعل الجمهور المستهدف بنسبة 20% وعدد المشاركين في كل تجربة بنسبة 10%. كن من أحد المدارس الخمس المتأهلة واغتنم فرصة خوض المرحلة النهائية حل المعاشك، وهي تجربة العمل المثيرة لدى شركة أصيل النموذجية، حيث سيتم تحديد أدوار معينة من أجل أن تقوم بتمثيل إحداها. هذا وسيتم تحديك بشكل مفاجئ بمجموعة من التحديات لقياس مدى قدرتك على الاستجابة لردود الفعل بشكل أخلاقي. آخر يوم للتقديم لكل من مراحل المشروع هي كالتالي: ساهم في فوز مدرستك وكن رمزاً لأخلاقيات العمل.